صباح الخير. بونجور. مشراكي. لاباس وانت؟ لاباس. الحمد لله. كيف اوريكا في لو ستون تاع جامبو؟ اوريكا في لو ستون تاع جامبو. ايبان تو لي جور رايح ندير اون غوسيت بلي برودوي تاع جامبو. واليوم رايح نديرو طعام الافتتاح. اليوم درناه بالطعام الله الله بالكابويا. دونك رانا نستناو فيكم. اذا حبيتوا تجوزوا راني هنا مونيكوك. فوالا. دونك لو برودوي اللي راح يكون تاع جامبو هو الصلصه تاعهم. لي صوص صوص طوماط لي بويون كوب هادوك مكعبات تاع لي مدو الكو تانيك لي زيبيس باسكو عندهم لي ساشي تاع لي زيبيس. اهم حاجه باش ينجح الكسكسي واش هي؟ يدين بنت اليدين وبنت جومبو. بونكوراج. ميرسي. صباح الخير. صباح النور. شكون معنا؟ معك نسيم بن حركات مدير التسويق في شركة جي بي فودز الجزائر. راكم حاضرين في اوريكا، كيفاش ستوند واش راكم تخدموا جوستومون لي كليون اللي جايين؟ الوغ حنايا صافي 30 سنة وحنا نقدموا في المنتوج تاعنا العائلات الجزائرية، واليوم رانا نبارتيسيبيو المرة الأولى في الصالون هذا اوريكا. باش نتلاقاو جوستومون مع لي زاكتور هادوما تاع لي ريستورون لي فاست فود لي زوتيل اكسيتيرا، باش نبنوا تانيك شراكه مع هاد المتعاملين يعني في المستقبل ان شاء الله. دونك واش درنا؟ دونك جينا دونك حطينا لي برودوي تاعنا اللي راهم فيزيبل كيما راكم تشوفوهم، مي وجدنا تانيك عندنا منيو تري ريش. دونك المنيو هذا واش فيه؟ دونك كاين شيف موني كوك عندها 1200 الف فولوور في انستغرام اللي راهي توجد اليوم ان كوسكوس دونك le plat iconique algérien. Et en plus de ça, donc on a donc quelques produits pour dégustation, donc des burgers, des sandwichs, des quiches justement les moujdin les produits tawana باش يقدروا les acteurs hadouma تاع les hôtels, restaurants, cafés يدوخوا واش يقدر يعطيهم جومبو كبنة زيادة في الأطباق تاعهم كل يوم. صافي 30 سنة اليوم عندنا دونك صافي 30 سنة بدينا بالكوب. دونك اليوم الحمد لله دونك لا جام تاعنا كبارت، دونك فيها الكوب فيها سكون ابل حنا لا بودغ دونك لو كوب اون بودغ هذايا. واش كاين ثاني؟ كاين لاصوص طوماط لو دوبل كونسونتري طوماط، كاين لو كولي طوماط، كاين ثاني لا جام تاع لي نوي لي سكون ابل اللي نعيطوا لهم الانستانت نودلز. ها دونك فيها خمسة ادواق ودايوغ في هذوما في النودلز حنا هما لي سول في الجزائر اللي عندنا ثاني ذوق الفروماج. دونك انا نزيدو نكملو ونجيبو لا نوفوتي وجديد لل كونسوماتور الجزائري. هاي سلمك مرحبا. يا كامل المعاني وصلك يا حبيبي، وكفاة التجاني اجعل لك نصيبي، زوري يا رسولي I'm